عندنا تقرير عن مدينة الراحل الكبير الدكتور أحمد زويل اللي افتقدناه منذ شهور قليلة في مصر. وأنا يوميها قلنا أنه رحل زويل لكن لا يجب أن تهمل مدينته. تقرير الحياة اليوم عن مدينة زويل للأبحاث والعلوم التكنولوجية. الحلم قرب على تحقيق، حلم الراحل الدكتور أحمد زويل في تنفيذ مدينته العلمية والتي تستكمل إنشاءها الهيئة الهندسية للقوة المسلحة سعيا لتسليم المرحلة الأولى خلال الشهر الجاري. مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي زي ما انت شايف، احنا واقفين دلوقتي في مبنى الخدمات الميكانيكية. المبنى ده مسطح 4000 متر مكون من 3 أدوار، الدور الأرضي 4 خزانات بساعة 11200 متر مكعب، 2 خزان حريق وري وخزان مياه يكره بيغذوا المدينة كلها. بقالنا حوالي من أول السنة لحد دلوقتي عملنا أكثر من 1,000,000 ساعة بدون أي إصابات. حجم الإنشاءات على أرض زويل في المرحلة الأولى 250,000 متر مربع، تضم العديد من المباني منها الإداري وبعض المعامل البحثية. رغم تحديات وعراقيل إلا أنها تلاشت بالمجهود البارز من الشركة المنفذة والهيئة الهندسية للقوة المسلحة. المبنى اللي أنا مسؤول عنه مبنى الخدمات الهندسية. المبنى ده هيبقى متكون من مكاتب لجميع مهندسين الصيانة المسؤولين عن المدينة، عن تشغيل المدينة كلها، زائد سناتر كاميرات المراقبة اللي هتبقى مسؤولة عن تشغيل المدينة كلها، زائد ورش الصيانة من كل حاجة هتبقى موجودة في المبنى ده، هيبقى مسؤول عن تشغيل المدينة بالكامل من مكاتب ورش الصيانة ومن مكاتب مهندسين الصيانة. المشروع هنا فيه أنظمة متطورة جدا مش موجودة أصلا في مشروع تاني في جمهورية مصر العربية بالتطور ده. يعني مثلا المبنى اللي حضرتك موجود فيه أو طبعا ينطبق على كل مباني المدينة. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ليست جامعة بل مشروعا متكاملا لأبناء مصر المتميزين، يهدف لتخريج أجيال قادرة على التعايش مع عصر العلم وتتسابق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية العالمية.